واهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريان في بلد الامريكان. وقبل الصمت الانتخابي، احنا النهارده يوم 4/11، هابي فالنتاين للناس اللي بتعيد فالنتاين العربي النهارده، وكل سنه واختي طيبه، ممكن عيد ميلادها برضه النهارده. فالنهارده يا جماعه ده الصمت الانتخابي، ومفيش اي مرشحين النهارده بيعمل اي حاجه. خلاصه قول عشان اللي نازل بكره ينتخب، عشان السؤال ده النهارده جاي لي كتير. دماغي وجعني، معلش. مريان، الورقه بتاعت الانتخابات نجيبها منين؟ او يعني نختار ازاي؟ الصبح وانت داخل اللجنه الانتخابيه عندك، انت داخل، اغلبيتنا بياخد اللجنه الانتخابيه بتاعته بتكون في مدرسه، فهتلاقوا تندتين، تند لونها احمر وتند لونها ازرق، او حزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. انت هتشوف انت رايح ترشح مين، وتقول انا عايز الورقه بتاعتكم. ينفع تقوله، ينفع اقول can I have simple for your body or simple for your paper whatever. استحلى ورقة هي خالص لو احنا مش عارفين، لان كل كاونتي بتختلف. انا كان معايا في ورقة هنا، انا متهيألي لسه رمياها. فيرفاكس مثلا، انا فاكرين الست لما انا قلت لكم يوم السبت اللي فات، انا كنت في سامس، واحدة ست وقفتني وادتني ورق لترامب، فهي كانت من فيرفاكس كاونتي، ففي حاجات تبع البورد بتاع المدرسه مختلفه، فخلوا بالكم وانتم بتنتخبوا في حاجات للبورد بتاعت المدارس. ننتخب حلو بقى والمدارس، ففي وانت نازل كده كل واحد فينا واحنا داخل، محدش يقول ما ينفعش ان انا اقول هنتخب مين ومش هنتخب مين. انا ما بقولكش تروح تقول هنتخب ولا مش هنتخب، هما وانت داخل الناس دي تبقى متطوعه من الحزبين، بيخشوا عليك يقولوا لك، واغلبيه بيبقوا الديمقراطيين، يعني بيجروا عليك انت تنتخب مين ما تنتخبش مين، هترد عليهم. انا مثلا امبارح جاي لي مسج اتس لا بلا 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 السفلنت الفلانيه من الحزب الديمقراطي، هل نعد صوتك لكاميلا؟ طبعا انا رديت رد كان حلو بصراحه، يعني انا رديت الرد، يعني كان هاني امبارح بيقول لي حرام عليكي، قلت لها ام سوري اي دونت نو ثانكس، انا قلت لها كده نو ثانكس اي ويل اي تراي تو ميك او اي قلت لها اي ويل ميك امريكا جريت اجين، اي تراي تو ميك امريكا جريت اجين. ف ده اللي انا قلته. هو انا سايبه البوتاجاز مفتوح؟ لا، احنا دخلنا احلى، فتحوا الباب ودخلنا احنا. بس ف طب دخلت قرصتني بكلمه بقى 911. المهم، فده الانتخابات كلها بكره، هتخش اي مدرسه انت داخلها، هتقف عند اي حزب انت عايز ترشح له. انا مش بقولك ترشح لمين او تصوت لمين، انا بقول انا برشح لمين او بصوت لمين، انت بقى مختلف، انت ليك حريه الاختيار وتروح تصوت اللي انت عايزه. فانت بتروح الورقه اللي انت عايزها بتشوف، خلي بالك من مش الرئاسه، الانتخابات دي في بعض الولايات ما فيهاش رئاسه، بس فيها السنت والكونجرس، وفي حاجات فيهم كمان للاقليات او الاقاليم، مش الاقليات زي المحليات اللي احنا بنقول عليها المحليات، للسند والمش السند بقى للكاونتي والحاجات اللي في الكاونتي. فانتوا خلي بالكم البورد، فانتوا خلي بالكم بتختاروا، نهمها تبقى البورد بتاعت المدارس. يعني احنا عندنا في فيرجينيا البورد بتاعت المدرسه السنه دي، ماشي؟ فده حاجه. تاني حاجه، انت معاك البطاقه بتاعتك وانت رايح بكره تنتخب، بتاخدها معاك وبتروح تصوت في ورقه وبتصور. ما ينفعش تاخد معاك حاجه تصور وانت هناك، عشان الحاجه دي انليجل وانت بتصور، يعني ان في ناس بتصور وكلنا، دي حاجه انليجل. ايه تاني اللي كنت عايزه اقوله، التصويت هيفتح بكره من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 7 بالليل، يا ريت كلنا ننزل ونروح ونصوت. اهم الولايات بالنسبه للحزب الجمهوري هي الولايات المتارجحه، هو لو خد 3 ولايات من الولايات المتارجحه هو كسب الانتخابات. خلوا بالكم في ولايه ايوه دي مستطلعات الراي الاوليه ادت لكاميلا، وهي متقدمه عليه 3%، 3 نقط. في ناس طبعا الحقوا وشوفوا، خلي بالكم التصويت المبكر ده كله ديمقراط مش جمهوريين، التصويت المبكر كله ديمقراط. السنه دي النسبه عاليه من الجمهوريين، بس الاغلبيه بيبقوا ديمقراط. مش معنى الكلام ده ان احنا ما ننزلش، الكلام كله لازم ننزل. ليه؟ حتى لو مش ترامب وكاميلا،
السنت والكونجرس. السنت والكونجرس ده اللي بيمروا كل حاجه. رئاسه الجمهوريه يا جماعه هو ما بيقدرش يعمل اي حاجه غير ما بتعدي من الكونجرس والسنت. فانت بتصويتك لاي حزب بقى، لاي حد. يعني انا ممكن اكون برشح ترامب واللي عايز اختار حد جمهوري للولايه هنا، ديمقراطي للولايه هنا، ممكن محدش يقول صوتي مش هتحسب. يعني برضو من التعليقات اللي انا شفتها، انا من كاليفورنيا وكاليفورنيا بتدي اصواتها للديمقراطيين. مين قالك؟ مين قالك؟ هو انت النهارده ايلون ماسك ده مش كان عايش في كاليفورنيا؟ ايلون ماسك ده مش كان عايش في نيويورك؟ والولايتين دول ديمقراطيين، ليه فجأة كده بكل بساطة تحول مع ترامب؟ ليه ولاية زي فيرجينيا طول عمر ما اديتش للجمهوريين من 50 سنة، ما اديتش للجمهوريين من 50 سنة؟ اخر الجفنر بتاعنا جمهوري، اخر سنتين اتغير، اللي هو بقاله سنتين دلوقتي معانا وفل شمعة منورة، ما حد سمع له حس، ومدرس زي الفل، وليلتنا زي العسل معانا. ربنا دي معلنا نعمة، راجل ولا له في التور ولا في الطحين في حكايه المدارس، وسيدنا الحريه في البتاع، ولا مناهج مثليه ولا اي زفت من اللي احنا بنسمعه الايام دي. فاحنا لما نروح نختار، نختار حاجات ايه للانتخابات بكره. ده ملخص سريع للصمت الانتخابي قبل ما نخش في الصمت الانتخابي، عشان انا ايه ادعو ان الحاج ابو حنان يفرح قلبي. لو فرح قلبي ولا اطلع من لكم لايف وازغرد. انا في الشغل يعني انا عندي مشكله بكره، ان انا عامه بشتغل متاخر، فانا بكره شغاله بدري. طب هروح انتخب امتى؟ فده عندي بقى مشكله. فانا لا اما هروح قبل الشغل، يا اما اروح بعد الشغل. فموصل لك هتبقى بعد الشغل، لكن مش تبقى قبل الشغل خالص، دي اللي هتبقى صعبه. بس عشان انا خايفه من الزحمه الصبح، لان 7 الصبح دي هتبقى الناس لسه زحمه في بدايه الانتخابات، لكن 4 تكون الناس ريحت لسه راجعه من الشغل كده يعني. بس فانزلوا، كلنا نروح ننزل، كلنا نروح ننتخب. اختار وانت رايح تنتخب، هسألك 4 أسئلة جاوب عليهم بينك وبين نفسك. هل انت النهارده احسن مما كنت 4 سنين فاتوا كوضع اقتصادي؟ جاوب على السؤال ده. تاني سؤال، هل انت النهارده في امان زي من 4 سنين فاتوا؟ جاوب على السؤال ده. هل انت النهارده تقدر تتحكم في مدرسة ولادك واختياراتك لحاجة ولادك زي من 4 سنين فاتوا؟ هل الليفين كوست زي من 4 سنين فاتوا؟ هل انت عايش امان؟ عايش غلا؟ جاوب على الاسئلة دي. انا قلت لك 4 اسئلة دلوقتي، انا عملتهم لك 3 اهو. جاوب على الـ3 اسئلة دول قبل ما تعمل تشيك وتختار. اختار يعني بناء على ضميرك، ما تعصرش لما تختار حد تاني. إيه لو ترامب مش عاجبك، في فينس حلو. لو كاميلا مش عاجباك، في ويلز تحتها. يعني شوف انا بقول لك ايه. بس انا بالنسبه لي انا الحاجه ابو حنان، انا بحب والاكتر يعني انا الاكتر كمان مش ابو حنان نفسه، الحرب الانتخابيه اللي واقفه معاه وفينس. يعني انا شايفه فينس ده الحصان الربحان في الانتخابات. حتى لو ترامب خسر، انا شايفه فينس ده رئيس امريكا القادم، ويعني ويا ريت يبقى ده موجود عندنا، يبقى شبابنا ده القدوه بتاعهم، يا ريت. ده حاجه. يبقى بكره وانت داخل الانتخابات او انت رايح تصوت، خد ورقه من على الباب عشان تعرف بتختار صح ازاي، عشان لو اي حاجه غلط ممكن يبقى صوتك يبقى بايظ. عشان يبقى صوتك كويس، محدش يكسر، محدش يقول صوتي مش هيفرق، كل صوت بيفرق. لان في بعض الاقاويل بتقول احتمال يكونوا الاثنين تايت. في الحاله دي هيعملوا حساب، وتقريبا ولايه الاسكا ما بتتحسبش. فلو بكره اتعمل تايت، ممكن ياخدوا بالاسكا او بالاصوات في الكونجرس والسنت كمان. ده الاهم، ده الاهم. اي مشروع او اي قانون بيطلع بيعدي من الكونجرس والسنت. فانت لما تختار الكونجرس والسنت بتوعك، لان في بعض الولايات فيها التجديد النصفي بكره، مش انتخابات بس، مش رئاسه بس، في التجديد النصفي. فدول من الحاجات المهمه. بس ف ده حلقه على السريع. استنونا في حلقه الدنيا جايه كتير بعد الانتخابات. ممكن بكره تشاوني تشوفوني وانا قاعده بشد شعري بقى الساعه 7،
انا هروح انتخب واجي واقعد على الكنبه كده بقعدتي واتفرج على التلفزيون واشوف النتائج بقى وهي بتطلع واشوف واحسب بقى واقعد بقى اعمل حسابات واقعد اصرخ واصوت واشوف مين اللي يكسب وبتاع. انا بتحرق دمي بصراحه لما بلاقي ان الناس في ناس تعبت. وفي يعني النهارده انا شفت فيديو، الفيديو ده انا وقفت عليه جامد. واحده بتقول انا ما عنديش، انا طول عمري ما عنديش كريدت كارد، وانا في الفتره الاخيره عندي كريدت كارد. انا اجري معاها، انا من شهر 7 اللي فات 2023، شهر 7 2023 لغايه النهارده انا الكريدت كارد بتاعي انا كان زيرو. انا الكريدت كارد بتاعي زيرو، الكريدت كارد بتاع هاني زيرو، الكريدتين ماكس، الكريدت كارد بتاعنا الثلاثين اتس ماكس، ماكس اب. فيعني دي حاجه انا مش يعني، وبندفع المينيم على ايه يعني؟ ما عملنا يعني في عز ما كنت بعمل ريموديل البيت انا ما الكريدت كارد بتاعي معلش كده، معلش كده. فهي بتقول ان كجوزها وهي بيشتغلوا مش قادرين، فبتقول ان بنشوف مشاهير بيجوا. هي ما قالتش طبعا كانت بتتكلم عن انهي مرشح رئاسي، بيجوا للمجمعات الانتخابيه يعني فور نو ريزون، جاست فلوس على الفاضي يعني. هي النحله عامله صوت جامد، اروح اقتلها واكمل بقيه الحلقه. بس فالكلمه دي وقفتني. وبصراحه احنا في 4 سنين صعبين، فاحنا لما نختار نختار صح. استنونا في حلقه تانية جايه كتير من هاني ومريم في بدر امريكا. باي باي.